أيها الإخوة الأكارم، كيف لا نكبر في هذا اليوم، وهو اليوم الذي يحبه الله؟ إنه يوم النحر، إنه يوم الحج الأكبر. هذا اليوم الذي جاء بعد أيام مباركات وبعد يوم عظيم شهدناه، وما أعظمه من يوم غفرت فيه سنة ماضية وسنة آتية. كيف لا نكبر في هذا اليوم؟ وهذا يوم النحر، يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة اذهبي إلى أضحيتك فاشهديها، يا فاطمة اذهبي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بكل قطرة دم أن يغفر الله لك ما سلف من ذنوبك. فقالت فاطمة: يا رسول الله، هل هذا لنا نحن خاصة أهل البيت، أم لنا وللمسلمين؟ فقال: يا فاطمة، بل لنا وللمسلمين، أن يغفر بكل قطرة دم ما سلف من الذنوب. كيف لا نكبر وهذا هو اليوم الأعظم؟ هذا اليوم الذي هو أعظم أيام العمر بعد يوم عرفة. فسبحان الله، هي نفحات الرحمن تتوالى. هكذا عباد الرحمن، كلما انتهوا من نفحات دخلوا على نفحات أخرى، كلما انتهوا من كرمات دخلوا على كرمات أخرى. سبحان الله، يأتي رمضان فيكون أعظم الشهور، فتأتي ليالي العشر الأواخر من رمضان فتكون أعظم ليالي العمر، فتأتي ليلة القدر التي أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا حتى نجتهد، لتكون أعظم ليلة في العمر. وإذا بالعمر يمضي، فتأتي العشر الأوائل من ذي الحجة لتكون هي أعظم أيام العمر، ثم تتوالى الأيام فيأتي يوم عرفة ليكون أعظم يوم في الحياة. فهنيئا لمن كبر، هنيئا لمن هلل، هنيئا لمن سبح، هنيئا لمن صلى، هنيئا لمن عظم شعائر الرحمن. أيها الإخوة الأكارم، ماذا يعلمنا عيد الأضحى؟ أول ما يعلمنا إياه عيد الأضحى هو أن نضحي من أجل الله. يعلمنا التضحية من أجل الدين. فإذا كان درس إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أعظم درس: إني أرى في المنام أني أذبح، فماذا كان طوع الابن؟ أنه استجاب لمقام الإله: افعل ما تؤمر يا أبتي، افعل ما تؤمر. فإذا كان سيوضع إسماعيل للذبح استجابة لنداء الرحمن، كيف لا يستجيب الكثير منا لنداء حي على الصلاة؟ إذا كانت التضحية وصلت أن يسل الأب سكينه ليذبح ابنه، وهل كانت الاستجابة بلا؟ لا، افعل ما تؤمر. فكيف اليوم لعباد الرحمن حينما ينادون بالصلوات فلا يستجيبون؟ لم يؤمروا بذبح أبنائهم، لم نؤمر بذبح أبنائنا، إنما أمرنا بالصلاة فما استجاب الكثير، أمرنا أن لا نقرب الربا فاستجاب الكثير، أمرنا أن نبر آبائنا وأمهاتنا وما أكثر الآباء والأمهات في دور المسنين، أمرنا أن نصل أرحامنا وإذا أرحامنا تقطع فلا يعرف الابن عمه ولا خاله ولا قريبه إلا في الأعياد. كم أمرنا فلم نطع، وكم نهينا فلم نستجب. نعم، يعلمنا التضحية،
أننا ما خلقنا عبثا في الحياة، وإنما خلقنا من أجل أن نضحي من أجل هذا الدين. ثم إن عيد الأضحى يعلمنا الوحدة، وحدة المسلمين. انظروا كم مليون في الحج، جاءوا من بلاد الأرض كلها، أعاجم وعرب، منهم من يتكلم العربية، منهم من لا يتكلم العربية، منهم الأبيض، منهم الأسود، كلهم جاءوا بنداء واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. جاءوا بنداء واحد، لم تفرقهم اللغة، لم يفرقهم في أي شيء لا لون ولا غير، وإنما جمعهم رب واحد ودين واحد ونبي واحد. وهذه رسالة لنا، أن اعتصموا بحبل الله جميعا، أن اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم إن هذا اليوم وهذه الأيام المباركات تعلمنا أننا عائدون إلى الله. أما رأيتم اللباس الأبيض الذي جاء به الحجيج؟ جاءوا بهذا اللباس الأبيض وهم لا يحملون غيره، ليذكرهم الله ويذكرنا الله سبحانه وتعالى أن هذه نهايتنا من الدنيا. أتينا إلى الدنيا عراة، وسنعود من هذه الدنيا إلى الله عراة كما ولدتنا أمهاتنا. هذا المشهد الأبيض يذكرنا بأكفاننا، هذا المشهد الأبيض يذكرنا أن الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة، وأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. إنها دروس وعبر. ثم إن هذا العيد يعلمنا صلة الأرحام، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي در: يا أبا در، نعم هذه نماذج، هذه دروس تربوية، دروس عقائدية، دروس اقتصادية، دروس اجتماعية. ليس العيد نمر عليه مرور الكرام، ليست هذه الأيام نمر عليها مرور الكرام. يا أبا در، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يا أبا در، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. نعم، فمثل المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم، هذا العيد يعلمنا أن نذهب وأن نصل أرحامنا، يعلمنا بعدما ننتهي من صلاة العيد أن ندق أبوابا لا يسترها إلا الله وجدران البيوت، أن نخرج من هنا فمن كان له خير زاد فليذهب إلى من لا زاد له، من كان عنده زاد طعام فليذهب بعد الصلاة، فليذهب ليدق باب الفقير وليدق باب المحتاج. اذهبوا الآن إلى بيوت الفقراء، اذهبوا الآن إلى بيوت المساكين وتصدقوا عليهم، واعلموا أن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير. نعم أيها الأحبة الأكارم، أما الدرس الأخير فهو التقوى، وكما أشار النبي التقوى هاهنا. دروس هذه الأيام تعلمنا أن نصطلح مع الله، أن نتقي الله في كل شؤون حياتنا، في أنفسنا، في بيوتنا، في أرواحنا، في ذواتنا، أن نعلم بأن الله يرى، وأن نعلم بأن هذه الدنيا لم تخلق عبثا، وأن هذه الدنيا وأننا لم نخلق عبثا، وإنما جئنا لنؤدي مهمة عظيمة، ألا وهي مهمة عبادة الله لا شريك له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.